اللوحة يجب أن تقول شيء، يعني مو فقط هي عرض جمالي، لازم يكون لها معنى. ولذلك غالبية أعمالي تدور حول الحرية والمرأة، ويعني المشاكل اللي نعيشها بشكل عام في وطننا العربي. أنا يعني خريج أكاديمية الفنون الجميلة وعشت الفترة الأولى في العراق. الحزن العراقي هو شيء طبيعي، إحنا ما نقدر ننسلخ منه. إحنا حقيقة في الأربعين سنة الأخيرة وأكثر من أربعين سنة عشنا مشاكل كثيرة، وكانت مشاكل صعبة جدا. كل هذه لازم تنعكس على أعمالنا، وإلا راح نكون ناس مترفين، مو بدنا نكون حزينين. صح أنا عشت حياتي كلها بالغربة، بس أنا حامل وطني في داخلي حقيقة. يعني أنا عندي كانت مشاركات كثيرة سواء هنا أو بالأردن أو في الإمارات، بس هسه دا أعد العدة لمعرض في العراق إن شاء الله. طبعا شاركت في هذا المعرض بأربعة أعمال، وأنا مصور فوتوغرافي ولي طريقة خاصة في التصوير، يعني مو خاصة بقدر ما أنا أتحاشى المباشرة. نحن نصمت أمام العمل الفني ليعلمنا أن نسمعه. إحنا ملاحظين بشكل عام أن الصورة تتبع أو تلحق الحدث، توضح الحدث كذا، فهي دائما مرافقة للأحداث وللناس وللتجمعات وللسياسة، بس مرات ننسى أن الصورة نص. أنا أترك الصور بدون عنوان حتى هو المشاهد نفسه يقرأ العمل، وبقراءته الخاصة واحترمها. الإنسان دائما بصره يأخذه إلى مجالات هو ما متوقعها، يعني هو وقف يقرأ. أنا حبيت أن أنقل صورة هذا القارئ لهذا المجال أو لهذه الحالة، فتحول هو والصورة إلى موضوع آخر.